لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية يطيب لي بهذه المناسبات الكريمة المتداخلة أن أبدأ بتهنئة السيد الدكتور المحافظ السيد الدكتور ممدوح غاب بثقة السيد رئيس الجمهورية بتولي سيادته محافظا للشرقية، سائلين الله لسيادته وللسادة الحقيقة قيادات المحافظة، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذ حامد هبالة الحقيقة السكرتير العام ومساعده، وكل قيادات المحافظة السادة المسؤولين كلهم جميعا كل التوفيق في المهام. الحقيقة المرحلة المقبلة هي مرحلة الأهم. سيادة الرئيس وصف المرحلة الأولى بأنها مرحلة استقرار الدولة. المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء بكل ما تعنيه الكلمة. كان في المرحلة الأولى الهدف الأمن، الهدف بناء مؤسسات الدولة، الهدف استقرار الأوضاع، لكن المرحلة المقبلة إن شاء الله بإذن الله مرحلة الإنجاز وجني الثمار بإذن الله تعالى في كل المجالات، وده بيتطلب منا جميعا بذل جهد أكبر ومضاعفة المزيد من الجهد. أيضا الحقيقة بيسعدنا اليوم الحقيقة أن يكون معنا الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور خالد عبد الباقي رئيس جامعة الزقازيق، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير على ما يبذله سواء في الجامعة أو في الجهد العام، متمنيا لسيادتي كل التوفيق ولحضراتكم جميعا. أيضا بنهنئ المحافظة بعيدها القومي، ومع ذلك أيضا من حسن الطالع أن يأتي ذلك أيضا مع احتفالاتنا واحتفالات الدولة كلها بالعام الهجري الجديد، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان ويمن وبركة لمصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. الحقيقة في عدة نقاط سريعا هنتحدث فيها على عجل. يمكن احنا كنا بإذن الله إن شاء الله عندنا وقعنا اتفاق أو بروتوكول مع وزارتي التضامن والإسكان لدعم سكن كريم آمن للطبقات الأولى بالرعاية. أسهمت فيه وزارة الأوقاف من مواردها الذاتية من فائض الوقف ووفق شروط الواقفين ب100 مليون جنيه لتوفير المسكن الآمن للأسر الأولى بالرعاية. وتقوم وزارة الإسكان أيضا بعمل الدراسات، وتقوم شركاتها القابضة للمياه والصرف الصحي أيضا بعمل اللازم في هذا المجال مما يعظم من قيمة المبلغ. بالمناسبة دي أيضا هناك مشروع الحقيقة من المشروعات اللي احنا في مدينة الزقازيق، من مشروع إسكان الأحرار. احنا الحمد لله الآن أنا بأترك البيانات للسيد المحافظ وبنتابع معاه، ونؤمل إن قبل نهاية العام ده بإذن الله يكون اكتمل. الحقيقة كان باقي فيه موضوع المياه، هيئة الأوقاف سددت جميع المبالغ المطلوبة في حدود تقريبا أكثر من 25 حوالي تحديدا 26 مليون جنيه، وإن شاء الله جاي تنفيذ الأعمال. وفي 5 أكتوبر شركة المياه الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي هتكون انتهت من توصيل المياه والصرف الصحي، هم شغالين بالفعل. شركة الكهرباء أيضا تم سداد جميع المبالغ المطلوبة لتوصيل الكهرباء، والشركة نفذت الشبكة الداخلية، والسيد اللواء أسامة أكد لنا إن هم هيوصلوا بالفعل إن شاء الله بمجرد انتهاء وصلات المياه والصرف الصحي. وتم إسناد أعمال ما يسمى باللاند سكيب اللي هو تنسيق الموقع وترتيبه، هيبدأ في منتصف 9 لمدة 3 شهور، يعني إن شاء الله قبل نهاية العام. التسليم هيبدأ قبل كده، التسليم ممكن يبدأ للحاجزين في النصف الثاني من أكتوبر، لأن بمجرد إنهاء وصلات المياه والصرف الصحي الكهرباء هتوصل وهنسلم الناس، بحيث اللي واخد شقة ممكن يعمل ترتيباته بالتوازي لكن بالموقع تماما قبل نهاية
العام. والحقيقة دي كانت جهود بين هيئة الأوقاف وبين المحافظة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء. والمشروع زي ما انتم بيتكون من عدد 4 عمارات استثماري فيهم 528 وحدة سكنية و102 محل، وعدد حوالي 800 846 وحدة اسكان اقتصادي و42 محل. ان شاء الله ده يعمل انفعاجة ان شاء الله في مسألة الاسكان في مدينة الزقازيق ومحيطها. وان شاء الله سيادة الوزير هتتابع الهيئة مع المحافظة للانهاء من المشروع قبل نهاية العام بإذن الله تعالى. ايضا احنا متوقع كنا وصلنا 63 مليون جنيه، الحساب النهائي ان شاء الله يجي يوم الاحد. متوقع ان احنا نتجاوز لاول مره، متوقع نصل لنحو 65 مليون جنيه لحوم. احنا كنا لغايه امس تقريبا تجاوزنا 64 مليون، متوقع نصل ل 65 مليون جنيه، وده لاول مره من عائد مشروع صكوك الاضاحي. وده اللي هيتترجم الى اكثر من 600 طن لحوم هتوزع على الاسر الاولى بالرعايه، منها الدفعه الاولى اليوم لمحافظه الشرقيه 5 طن. وحضراتكم شفتوا النماذج اللي جايه، لانها الحقيقه بتتم بصوره علميه تحت اشراف وزاره الاوقاف ووزاره التموين والطب البيطري. يبقى ما نختم به من الجانب الاهم وهو جانب الدعوه، وده سيظل الجانب الاهم. وفي كل نقطة احنا حابب نأكد في كتاب هيطل ان شاء الله سيصدر قريبا حول الفهم المقاصدي للسنة النبوية، كيف نفهم السنة النبوية فهما مقاصديا، وازاي احنا نعيد قراءة التراث. واحنا دايما بنفرق بين النص المقدس وما كتب حول النص المقدس. القرآن الكريم ما وصل إلينا من ثابت صحيح السنة النبوية ده نص مقدس، لكن الكلام فيما كتب من شروح وحواشي وفهم هذا النص في حاجات ثابتة كالعبادات، يعني سنن العبادات زي ما نقول احنا كنا في عرفة عندما صام النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهي سنة مؤكدة، وقد أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. صوم عشرة صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على صيامه وقال لئن عشت قابل لأصومن التاسع والعاشر. ده كلام تعبدي ثابت لا مجال محدش بيقول هنصوم 15، ده سنة ثابتة. إنما ما يتصل بحياة الناس والمعاملات والعادات والزي والسمت واللباس، كثير من القضايا نحتاج ان نعيد قراءتها قراءه واعيه. فمثلا احنا في احداث الهجره هناخد معنى واحد من المعاني. في بدايه لما اشتد الاذى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجره الاولى الى الحبشه، ثم بالهجره الثانيه الى المدينه. الهجره الاولى ثم الهجره الثانيه الى الحبشه، ثم جاء الاذن هجرتي إلى المدينة المنورة. ولما نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكان هذا ندب إلى الهجرة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه وعلى أصحابه مكة، جاء صفوان بن أمية مهاجرا من مكة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا صفوان، ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله قيل لي لا دين لمن لم يهاجر، لا دين لمن لم يهاجر، لأني كان قبل فتح مكة كان الحث على الهجرة تخلصا من الأذى الذي كان يوقعه كفار ومشركو قريش بالمؤمنين وبخاصة بالمستضعفين منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أبا وهب
مش قال له خلاص ما فيش، قال له ارجع. ليه النبي ارجعه؟ مع الراجل جه المدينه وكان ممكن يبقيه، والراجل كان محب طبعا ان يبقى الى صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احب اليه ان يكون في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجوعه ده كان علامه عشان تسمع، عشان يفهم الناس ان الحكم ده ارتبط بمرحله معينه، فاذا تغيرت الظروف تغير الحكم. ده على عهد النبي نفسه قال له ارجع ابا وهب الى اواضح مكه، لا هجره بعد الفتح. يبقى الهجره ارتبطت بظرف معين، لا هجره بعد الفتح، ولكن جهاد ونيه. ثم بين صلى الله عليه وسلم اللي احنا بقى يجب ان نركز عليه، المسلم لاحظ بقى مع اركان الاسلام الاساسيه انتم تعلمونها ونحفظها، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، دي الاركان بعد الشهادتين. ومع ذلك النبي لما عرف المسلم لم يعرفه بانه رجل مع اهميه الصلاه وانها لب الدين، ومن اضاعها اضاع الدين ومن حفظها حفظ الدين، لكن كان النبي عايز يقول لنا الصلاه والصوم ده لا يؤتي ثمرته الا اذا غير سلوكك واخلاقك. قال المسلم ما ماتش اللي بيصلي ولا بيصوم، المسلم من سلم الناس. في روايتين، روايه اخص من سلم المسلمون، وروايه اعم من سلم الناس. ناخذ انا بالاعم، من سلم الناس كل الناس من لسانه ويده. ولما كان واحد يسال يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الجنه، اكثر حاجه تدخل الجنه ايه؟ حسن الخلق. دلني على عمل يدخلني الجنه، امت الاذى عن طريق المسلمين لا تغضب. اكثر الاجابات كانت ترتبط بالاخلاق والمعاملات، لان ده المقياس الحقيقي اللي يقاس به الاسلام والايمان. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في حديث الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، لاحظ هنا ما قالش فجزاؤه الجنه او فجزاؤه، فهجرته الى الله ورسوله. يقول العلماء اعاد الجواب نفس الشرط ليه؟ كانه ده مش عايز حاجه تاني، لو نيتك مع ربنا ما تسالش على حاجه تاني، مش محتاج تسال. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، طالما دي نيتك ما تسالش، انت بقيت في معيه الله، فهجرته الى الله ورسوله. فاعاد الجواب عين الشرط. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها، ما قالش فهجرته الى دنيا، لا، لان ده متعدد بقى، فهجرته الى ما هاجر اليه، هو موكول الى نيته. فادي فهم ان الحكم تغير، فالاحكام او كثير من الفتاوى يمكن ان تتغير بتغير الزمان والمكان، وحتى عند الفقهاء والاصوليين العاده محكمه، ومراعاه عادات الناس واحوال الناس تدخل في الاعتبار عند الفتوى. ولذلك كان قال بعض اهل العلم اذا جاء من يستفتيك من غير قومك ومن اهل بلدك فاساله اولا عن عادات قومه وبلده. لما يجي يسالك تساله انت، وانا بضرب نموذج بقربه قوي 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 عشان الناس تفهم يعني ايه العادات. الامام الشافعي لو قرات فقه الشافعيه عنده مكشوف الراس، من يسير مكشوف الراس، من شروط العداله عند الشهاده، قبول الشهاده عند الشافعيه العداله، ومن شروط العداله المروءه، ومن ضوابط المروءه الا يكون مكشوف الراس. ليه؟ عهد الامام الشافعي وايام الامام الشافعي كان كشف الراس في البيئه التي نشا فيها والزمان والمكان مما يعد عند الناس مخلا بالمروءه. وانا اذكر الحقيقه ان احنا يعني في قريه نشانا فيها كان من عاده الناس غطاء الراس، من عادتهم كده، فكان في بعض الشباب او بعض الناس يخرج على عاده القوم وما يلبسش الطاقيه الصوف او الوضع اللي هي كانوا بيلبسوها دي. فلما يجي يناسب حد يقول لك انا هناسب الولد ابو راس عريانه، يعني كنايه عن ان الولد هو خارج على تقاليد الايه؟ القوم. فالقصه عنده ما بترتبطش لا بالرأس اتعرض ولا اتغطى،
عاده الناس في المنطقه دي، واحد ما بيراعيش الاصول اللي الناس اعتدت ايه عليها. جاء الامام الشاطبي وقال هذا كان في بعض البلدان تعده مخلا بالمروءه وبعضها ليه لا يعده. طب الان هل يجي واحد الان يجي جايب كتاب الفقه الشافعي الان اللي ناسب حاله معينه وانطبق على بيئه معينه وظرف معين ويقول الانسان مكشوف الله لا تقبل شهادته اي عقل؟ طب عايز بقى اللي قال ده، اللي عايز يقول الكلام ده، يجيب لي ايه من القران، ايه واحده او حديث واحد يقول اني اللي هو مكشوف الراس، يطلع ايه او حديث. فانا دايما اعرض على اصل القران واصل السنه. طب الامام الشافعي جابه منين؟ جابه من كلمه ان العاده محكمه ومعطبة. ده عايز ايه؟ ده كان احكام الفقه كانت بترسخ احترام الذوق العام. يعني الاحكام الفقهيه الفقهاء عايز يقول لك احترام الذوق الايه؟ واحترام عاده القوم طالما انها لا تخالف نصا شرعيا لا من كتاب ولا من سنه، العاده تحترم. فعايز يقول لك احترام الذوق العام، احترام الاداب العامه، احترام اللي الناس بتتفق عليه في عرف جامعي. في يعني انا هقول لكم بس نموذج كده، مفيش عفوا يعني. كنا في مره في سفر في احدى الدول العربيه ومعانا زملائنا اساتذه الجامعه. فكان الراجل يجي يجيب الميه للناس لغايه البيت، بس لما يجيب لك الميه لغايه البيت ياخد مبلغ اضافي. لو انت رحت جبتها واشتريتها من حته تانية بتشتريها اقل شويه لان النقل. فاحد الناس راح اشترى الميه، وعفوا يعني جايب جركن وزوجته ماشيه بجركن. فعميد الكليه استدعاه، وكان العميد مصري، قال له يا اخي راعي الدنيا يعني ما يليقش بيك وانت راجل استاذ جامعه تعمل كده. فقال له بص بقى هات لي نص من كتاب او السنه يقول اللي انا اللي بعمله ده غلط. هي قصه. لا ده كان رد عليه، قال له احترام الذوق العام واحترام. هل الراجل لما راح عفوا يعني معذره شيخ زكريا دلوقتي عفوا لو راح مثلا شال عفوا يعني حاجه كده ممكن بيخدم في بيته لكن عمل حاجه تخل بالذوق زي كده، راح جاب ينفع الراجل يروح يجيب جركن ميه ويشيله على صحيح الاداب موجوده ويشيله مسافه والناس تقول ده الراجل شايف الشيخ ليه؟ لان اداب الوظيفه العامه. ولذلك بعض المهن سواء استاذ الجامعه له تقاليد، وكيل النيابه له تقاليد، ما ينفعش عفوا معذره ممكن انت اي حد ممكن من العمال يجلس على مقهى ينتظر الصبح وقت الشغل او ينتظر، لكن الذوق العام ما يجيش حد في وضع معين. ده يعني حتى قالوا الاكل في الاسواق انك تقعد تاكل في السوق، قالوا يجوز لاهل الاسواق. يعني انت عفوا الناس التجار اللي هم بيبيعوا ويشتروا ممكن هيعمل ايه؟ طب ما يروح السوق من الصبح لغايه بالليل يقعد في الايه؟ في السوق. فامر طبيعي ده هو تاجر فهياكل. لكن يجي فضيله الشيخ جابر والشيخ زكريا رايحين يشتروا حاجه من السوق يعملوا فرشه ويجيبوا قاعده ويقعد، ده يقول لك شايف يا مولانا في حاجات الذوق العام، الذوق العام لا يقبلها، مراعاه الذوق الايه؟ العام. فده عايز يعلمك الرقي وتبقى مجتمع متحضر ومجتمع راقي. وما يباح لاهل الاسواق لا يباح لغيرهم من غير اهل الاسواق. يبقى ما يجيش مثلا راجل رئيس جامعه عفوا يعني ويروح السوق ويقعد على البتاع قد يحسبها تواضع لكن ما يبقاش عادته. قد تيجي قد تضطره الظروف لكن ما يبقاش عادت بقى ان انا كان زمان كده يقول لك يلا نفطر في السوق وياخد بقى ويعمل فرشه ويقعد. كانت الناس تعتبر ده من مخل. حتى في القريه اللي طالبين فيها الشباب الناس ما كنتش تلاقي راجل منضبط ولا شيخ بلد ولا عمده ولا واحد كبير عيله يروح يعملها. مين اللي يعملها؟ عم العمه والدهماء. فكان يعتبر لو لقيت حد بيعمل ما تعمله العمه والدهماء يعتبر من مخلات المروءه او من مسقطات الايه؟ المروءه. فانت بتراعي ما تعرف عليه. كانه بيقول لك الانسان الذي لا يستحي من ويخالف ما تعرف عليه الناس على انه مروءه، ده انسان ناقص المروءه. هل تيجي بقى بتاع كلام الامام الشافعي اللي كان له ظرف معين وعصر معين ووضع معين
هات لي آية واحدة تقول إن كشف الرأس يخل بالمروءة، هات لي حديث واحد يقول إن كشف الرأس يخل بالمروءة. هل الإمام الشافعي ألف؟ لا ما ألفش، ده هو قال إن إحنا بنحترم الذوق الإيه؟ الذوق العام. عنده في أيامه كان كده، طب الذوق العام تغير والزي تغير وحالة الناس وكل ما سطى العوى فهو على السنة. آدي إن أنت تفهم المتغيرات. ومش هقول لك على حاجة، يمكن كنا مع أحد الأساتذة قال كنا في إحدى البلاد العربية وبيدرس كتاب فقه، بيدرس كتاب من كتب الفقه أو مذكرة عشان يبقى الكلام دقيق، كاتبها واحد من الشيوخ جاي. فبيقول الزوجة تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فكاتب إن إيه؟ إن المرأة عشان تنكح تبقى يعني مؤدبة وعلى أخلاق، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وراح كاتب جنبها كده ويستحب أن تكون لا أم لها. مش عايز حماته تنكد عليه. قال ويستحب ان تكون لا ام لها، مع ان المفروض في حماته انها تبقى بلسم وهي اللي ايه اللي تحل له المشاكل، وده الحماه العاقله، وده الوضع اللي اتكلمنا عنه في الجمعه الماضيه. فقامت بنت قالت له استاذ، يعني انا مطلوب مني اموت امي عشان اتجوز يعني، ولا مش هتجوز؟ عايزني عايز امي تموت عشان اتجوز؟ قال لها بقول لك ايه، افتح الكتاب صفحه كذا، ايه اهو الكتاب بيقول لك ويستحب ان تكون لا ام لها. قالت له استاذ ده الكتاب وانت عقلك فين؟ قالت له ده الكتاب وانت عقلك فين؟ فاحنا اللي عايزينه نفكر في الكلام اللي نقراه. ولذلك حتى الامام علي كان يقول ايه؟ خاطبوا الناس بما يفهمون. ده انا اقول لك على حاجه، لو انت عندك مساله ومفيش داعي انك تطرحها على الناس، ولو طرحتها تلخبطهم ما تطرحهاش. كان احد اساتذتنا في احد المناطق البدويه في ليبيا، وقال انا كنت قاعد بدي محاضره وجاء حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وكلمه الجحر في هذه المنطقه يسب بها الناس كما يسبب الكلمة المكشوفة لمعنى الفرج في العامية المصرية. فقاعد الراجل وما يعرفش، مش عارف عن، عشان كده لازم الداعية يعرف عادات القوم، عشان كده يسألوا عادة الناس ايه؟ عادة الناس هتيجي يقول لك قال لي الكلمة الفلانية، تقول له طب الكلمة دي عندكم معناها ايه؟ مش عندنا احنا معناها ايه؟ لازم ده طبيعة المسلم. فبقول انا قلت لا، انا قاعد كده بقول وقال اخواننا ننتبه وناخد بالنا من اخطائنا ونتعلم من اخطائنا، والنبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد ايه مرتين. فراح واحد قام من الجماعه البدو اللي هم هناك في ليبيا قال له يا اخي والله النبي حبيبي ما يقول الكلام العيب ده. ليه؟ لان هو قال الكلام من غير ما يفسره وفي غير محله. خاطبوا الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الحقيقة كان في ولاد حاجتين، في ناس بص بينه وبينك الكتاب، وكأن الكتاب ده إيه؟ كأن الكتاب ده قرآن، بينه وبينك الكتاب. واحد تاني يقول لك بص بتاع الجامعات إياها يقول لك الشيخ قال كده، كلام الشيخ نعم لا مش مصدق، ده هو ممكن يجادلك في فهم القرآن وما يجادلكش في كلام الشيخ أو الأمير بتاعه. الشيخ قال لنا كده، فلان قال لنا كده، لأنه يقدس الأشخاص، فنحن لا نقدس الأشخاص ولا نقدس الحواشي، احنا بناخد النصوص نقدس النص المقدس وننظر فيما كتبه أهل العلم حول النص المقدس. العقائد ثابت، العبادات ثابتة طالما وافقت النهج الصحيح، لكن ما يتصل بحياة الناس وبمعاملاتهم وبطبائعهم يجب أن تراعى الطبائع والمستجدات والمتغيرات. عشان كده لازم عقلنا نعمله في كل كلمة، قبل ما تقول فكر اللي هتقوله إيه، قبل ما تكتب فكر اللي هتكتبه إيه، خاصة الناس بتاخد كلامك عنك أنت الشيخ. حاجة تانية، وبمناسبة الهجرة احنا بنركز على نقطة مهمة جدا عشان نبين للناس قد ايه دين عظيم قوي. قلنا موضوع الهجرة غير الشرعية، انت عارفين الناس اللي بترمي بنفسها في الهلاك ويقذف بنفسه في اليم وقذفا خاطئا، مش قذف زي قذف ام موسى، لان موسى خد بالك بقى شوفها بالعزة، والله ايده وقفت عندها
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كان لو خفت على ابنك تبعده على اليم، لكن ليه؟ لأنه ده أمر إلهي ومعجزة. شوف بقى لاحظ حتى قال إيه، ده طفل لسه كان مولود. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في الآية الثانية سورة طه، فاقذفيه في التابوت. اقذفيه ده انت عارف لو طفل كده يقول لك ناوله بالراحه، ناوله لان طفل لحمه صغيره لو انت عملته كده ممكن يتجزع، لكن رب عايزك كانه ما تخافيش اعملي ده في عنايتنا. مش حطيه بقى، كان ممكن يقول فضعيه في التابوت، ضعيه يعني بالايه، لكن قال اقذفيه لان ما تخافيش، ده معجزه، ده امر خارق للعاده، فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه والقي التابوت كمان وما تخافيش على حاجه، واذا العنايه لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن امان. انما انا القي بنفسي بقى الى التهلكه. خلي بالك انت عارف ده في مخالفه شرعيه، وحتى اذا ادى الى الهلاك فهو الذي اهلك، يقع تحت قوله تعالى ولا تلقوا بانفسكم بايديكم الى، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ليه؟ لانه بيخاطر، ثم انه رأيته بيخاطر في شارع، ده بيخاطر في مخالفه شرعيه. هقول لك انا بسعى الى العمل، ما تسعى في بلدك، ما تسعى في الطرق المشروعه، ما العمل موجود واشتغل وتعالى اتفضل، بس اتعب واجتهد وبالعار ومش وما تبحثش بس عن الكسب السريع لوحده، ابحث عن الكسب المشروع سواء داخل بلدك او خارج بلدك. طيب ايه الحكم؟ الهجره غير الشرعيه مجرمة ومؤثمة. مجرمة قانونا، ده في قانون والقانون وفي تأثيم، يأتي من أين التأثيم؟ الإثم يعني، أي أن صاحبها يقع في الإثم. حرمة الأوطان كحرمة البيوت. هل أنت في بلدك، أنا بسألك أهو، أنت في مصر تقبل إن ناس تيجي من دول ما أنتش عارف جاية من دول صديقة ولا من دول عدوة ومن 20 دولة، ده جاي وده جاي، وفجأة تلاقي الناس دخلت على بلدك وبتزحمك فيها بدون إذن ولا تصريح الدخول، وممكن ما انتش عارف هيبقى ناس كويسين ولا هيرتكبوا جرائم ولا جايين يشتغلوا ولا جايين يعملوا لك مشاكل، هل كده البلاد والدول تبقى كلا مباح لله؟ ما تاخد بالك، هو انت عايز تعمل قانون تاخد الذي لك ولا تؤدي الذي عليك؟ انت عايز تحافظ على بلدك وباقي الناس ما تحافظش على بلادها؟ انا بسالك سؤال، هو انت عايز تحافظ على بلدك وباقي الناس مش من حقها تحافظ على بلدها؟ ده منطق معكوس. زي ما انت عايز تحافظ على بلدك ومحدش يدخل بلدك الا باذن، والوطن لاهله، واللي يجي عندك يجي بتصريح الدخول وباقامه وبالطرق القانونيه ومن خلال الدوله وبما يخدم مصلحه الدوله. اتفضل يا هاني بيك، سيادتك سياده النائب، اهلا بيك، اتفضل. فكما انك بتحافظ على بلدك من حق الناس التانية تحافظ على ايه؟ اذا اقتحام الدول كاقتحام البيوت، وحرمة الدول كحرمة البيوت. انا اسألك سؤال، هل في بيتك تقبل ان حد كده يجي فاتح عليك الباب ويجي داخل يقول لك بص انا هقعد في الاوضة دي، انا هقعد في الغرفة دي، تقبلها؟ زي ما بتقبلهاش ما ينفعش تعملها مع حد. قس الاوطان كالبيوت، ما ينفعش يقول لك انا هاجي اقعد هنا، تقعد هنا ازاي يا اخي؟ ده مش بلدك. لا، يبقى اذا هذه اقتحام حرمة الاوطان كحرمة البيوت. فكما انك ما تحبش حد يدخل بلدك بغير اذن، ما ينفعش تدخل بلد حد بدون اذن، وكما ما تحب ان محدش يدخل بيتك بدون اذن، ما ينفعش تدخل بيت حد بدون اذن، فحرمة الدول كحرمة الايه؟ البيوت. فكما لا يجوز ان تقتحم بيت احد الا باذنه، لا يجوز ان تدخل دوله من الدول الا بالطريق الشرعي اللي هو تاشيره الدخول او الاقامه او تصريح الزياره، وما عدا ذلك فهو مخالف للقانون ومخالف لضوابط الشرع ايضا، عشان الناس تبقى فاهمه الصح وايه الغلط، ويبقى فاهم اللي بيعمله ده مخالفه للدين، ثم انه ايضا مما يعرض الإنسان للمهانة أو الهلاك.
عشان لاجل هذا احنا حقيقه لما بنقول هنكثف برامج التدريب، لان احنا حقيقه محتاجين نقله نوعيه في التفكير، ونقله نوعيه في بناء الشخصيه العلميه، سواء باعاده قراءه التراث قراءه واعيه من خلال التدريب والتاهيل على ايدي العلماء المتخصصين، ام من خلال رفع الكفاءه المهنيه للجميع. واحنا باذن الله ان شاء الله في اكتوبر المقبل هنفتتح اكبر واهم اكاديميه لتدريب الائمه مش في مصر في العالم، في مدينه السادس من اكتوبر ان شاء الله. هي مجهزه تجهيز عالي المستوى، معامل لغات وحاسب الي وقاعات ترجمه وقاعات تدريب واسكان متميز وفي موقع متميز، اضافه الى اننا سنفعل جميع. وطبعا الاكاديميه مش هتبقى فقط للتدريب على ايدي علماء الدين، وانما تثقيف عام ايضا، ثقافه طبيه، ثقافه اقتصاديه، علماء النفس، علماء الاجتماع. ان شاء الله خلال شهر سبتمبر واكتوبر هنعقد عدد من الدورات، دوره متخصصه في التعامل مع وسائل التواصل العصري السوشيال ميديا، ده هنعمل دوره متخصصه لمجموعه من الشباب الائمه اللي هم عندهم قدره على التعامل مع وسائل النشر الالكتروني عشان نتمكن من نشر رسالتنا في الخارج والداخل. هنعمل دورات ايضا هامه في اللغه العربيه لرفع مستوى الاداء اللغوي والخطابي، وهنشتغل على محورين، محور مركزي سواء في الاكاديميه ان شاء الله اللي نفتتحها في اكتوبر ام في مسجد النور ونحن مستمرون، وده يشتغل على الدورات النوعيه المتخصصه اللي زي ما قلت، دورة في حروب الجيل الرابع والخامس، تحديات المعاصرة، فهم الأمن القومي، علم النفس الاجتماع، قضايا الاقتصادية، قضايا الطبية، قضايا فهم المقاصد، اللغة العربية، الدورات اللغات الأجنبية، عملنا أكثر من دورة، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإسبانية، وبنتوسع في الترجمة واللغات، لكن إحنا نبدأ نعمل في المحافظات مستويين من التدريب، وان شاء الله الشيخ زكريا باذن الله خلال اسابيع يعيد تاهيل مركز التدريب في عدد كبير جدا من الائمه وخطباء المكافاه محافظه الشرقيه. هنشتغل على محورين، محور الساده الائمه، لكن هنبدا نعمل نقطه ثانيه مهمه جدا، محور تاهيل خطباء المكافاه. لان اللي بيطلع المنبر الناس شايفاه شيخ، ده مش مكتوب عليه امام وده مكتوب عليه خطيب مكافاه، لان اللي يصعد المنبر يجب ان يكون مؤهلا. وهنبدا بدورات لخطباء المكافاه، احنا مع الساده الائمه هنتابع معاهم دوره واثنين وعشره، ومعاهم ان شاء الله الى ان يكونوا على افضل مستوى. خطباء المكافاه احنا كنا فتحنا اليوم باب التحسين، هنعمل ليهم دورات. انا الامام واجب ان احنا نتحمله ونطول نفسنا عليه مره واثنين ودوره وعشره حتى يحسن من مستوى ادائه. واحنا ربطنا كثير من الميزات سواء المشاركه في المدارس العلميه او القرانيه او السفر للخارج، الايفاد، ترقيات، بالتميز العلمي. فاللي هو يشد حلوه تميز هيكسب كل حاجه، واللي هو مش عايز يجتهد يبقى خليه في مكانه. والحمد لله، بس اقول لك الحمد لله الحقيقه، اخر امتحان تقريبا نجح فيه حوالي 400، يعني ما بين امام متميز وامام مسجد جامع، وفي نقل حقيقه، لان زي ما قلت مش هيقعد بقى الا اللي ايه اللي هو، لان زي احنا ربطنا الصفا والايفاد والمدارس العلميه والمدارس القرانيه، كل شيء مرتبط بأداء وتميز علمي. الحمد لله الغالبية العظمى بتتقدم، وده عملية اختيارية، بس هتخش هنا هتاخد كل الميزات،
هتخليك مكانك، هتقبض مرتبك وزي الفل وكل حاجه ومفيش مشاكل، بس ما تقولناش ان انا زميلي ترقى وانا ما ترقتش. سافر السفر للحج امتحان، السفر للافاد رمضان امتحان، افاد عام امتحان، تفتيش امتحان، ترقيه امتحان، مشاركه في المدارس العلميه امتحان، مشاركه في المدارس القرانيه، كل حاجه. ولعلمك اللي بينجح مره انتوا عارفين تلاقيه نجح في كل، الولد اللي ناجح يقول لك نجحت افاد ونجحت حج ونجحت، تلاقيه مسافر افاد ومسافر حج وترقى. لا خلاص، هو اصل انت مش هتجتهد 100 مره. انت وبعدين خد بالك احنا بنعمل حاجه، انتوا عارفين اللي بينجح في مره افاد بنحطه في يعني هو مجرد ما نجح الافاد بنحطه امام متميز، لانه خلاص مش همتحنه مرتين. لو امتحن نجح في الامتحان الاعلى بعتبره نجح فيما دونه، يعني لو واحد نجح امتحان افاد بعتبره نجح امتحان متميز وامام مسجد جامع ونجح في كل حاجه. طب لو نجح متميز خد لغايه متميز، لكن الافاد عايز مستوى ايه؟ اعلى، يدخل بعد كده. لكن مش هنسمح لحد يدخل افاد الا اذا كان نجح يعني اصلا ما بنسمحلوش لما نيجي نعمل افاد، اصلا مش هيتسمح له يدخل الامتحان الا اذا كان نجح في الامتحان الاولاني. فاللي مش هي... اللي هيأجل امتحانات الامام المتميز او امتحان امام المسجد الجامع، لان بنشترط على الاقل يكون نجح في امام مسجد الجامع، هيجي يتقدم لترقيه نقول له بس انت ما نجحتش في اي حاجه قبل كده. انجح الاول الجانب العلمي، الجانب العلمي، الجانب العلمي. اما خطباء المكافاه فلنا معهم شان اخر، احنا نجتهد في ان احنا نرفع مستواهم الى اعلى درجه. وفتحنا لهم باب التحسين ومن حقهم ان نعمل لهم ايه؟ دورات. ولكن اللي نديله الفرصه مره واثنين وثلاثه وهو اداؤه غير جيد يبقى مش هينفع يطلع تاني المنبر ويلخبط في الناس وهو مش قادر يؤهل ايه؟ يؤهل نفسه. فاحنا يا شيخ زكريا هنبدا بحاجه، هنبدا دورات الائمه دي مفتوحه، دورات الائمه معاهم خطباء المكافاه اللي نجحوا في التحسين. لان دول مش يعني ايه؟ امتحان مفتوح. بعد الدواء اللي عايز يدخل، اللي دخل خلاص، اللي عايز يدخل امتحان امام مسجد جامع متميز اختياري. لكن خطباء المكافاه اللي ما دخلش امتحان تحسين ده دواء اجباريه بقى. ما هو كونه ما دخلش امتحان تحسين معناه انه خايف يدخل امتحان. هنعمل يوم الاول مش همتحنه قبل الدواء، هعمل ليه الدواء وبعدين امتحنه في الدواء. والله هو جاهز ويذاكر ويتجدد ويطور نفسه ويبقى امتحانه على قده، اهلا وسهلا. لكن ان يبقى حد يصعد المنبر وهو غير مؤهل مش هينفع، لان ده الوقت لا يحتمل. فلابد ان احنا نعيد تاهيل انفسنا، والعلم من المهد الى اللحد والمحبار حتى المقبره، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وده امانه ان احنا نبذل اقصى الطاقه، واجتهادك في العلم له اجر بعيد عن الدنيا اصلا اذا انت قصدت بيه خدمه دينك. ده واجب عليك شرعا انك تؤهل نفسك وانك تعد نفسك، وخاصة أننا لا نطلب المستحيل وإنما نطلب الحد الأدنى من التعلم. يعني كل واحد مثلا لو في الفقه عايزك تبقى تجيد فقه العبادات، مش معقول وأنا إمام حد بيسألني في الصلاة والصوم ما أقدرش أجاوبه. فأنا بقول حد أدنى، إحنا كنا فقه العبادات في التفسير جزء عامة، مش معقول تبقى أنت في المسجد الواحد يسألك في تفسير قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وشايف إن أنت الشيخ وأنت تقول له والله أنا ما أعرفش تفسيرها. فاحنا هناخد فقه العبادات، تفسير جزء عامة، الخطابة، أوليات اللغة العربية. ما يبقاش واحد واقف يرفع ينصب الفاعل ويرفع المفعول به والناس يعني واقفة تقول لك الشيخ ده. لا، حد أدنى أساسيات، أساسيات اللغة. فالدعوات تتركز على ثلاث نقاط: فقه العبادات، تفسير جزء عامة، تفسير جزء عامة، فقه العبادات، أساسيات اللغة العربية وخطأ. ده الحد الأدنى اللي هيتعمل لكل الناس، وما ينفعش حد يطلع المنبر ويبقى عنده أقل من كده. بعد كده الدورات بقى المتقدمة اللي احنا هنعملها ايه؟ مركزية. فنسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق.